بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته من الآن وكل أوان دور كلها أمين. في الحقيقة الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة صعب شوية، بزايد كلام أبونا بولس اللي قاله لنا. موضوع النهاردة كيف نواجه شبح الاكتئاب. ما تسمعوش عن الاكتئاب؟ سمعتوش عنه؟ في شبح اسمه الاكتئاب، والحقيقة الشبح ده موجود من زمان، مش حاجة جديدة. بس الحقيقة والمؤلم قوي 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 انه زاد في وقتنا قوي، زاد وابتدى يظهر بكثرة كتيرة جدا جدا. طبعا مختلف من شخص لشخص وبنسبة مختلفة، في نسب عالية وفي نسب منخفضة، في نسب عادية جدا جدا جدا. بتعرف تتخلص من هذا الشبح وهذا الاكتئاب؟ المفروض الموضوع النهاردة ان احنا ازاي نواجهه، بس انا حابب ان احنا نتكلم بسرعة عن ايه هو الاكتئاب. الحقيقة في قول حلو قوي موجود في الكتاب المقدس، آية جميلة جدا قالها معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لكرونسوس إصحاح 4 آية 8. يقول كده: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. والحقيقة في قول حلو قوي لأحد القديسين يقول كده، يقول لك: إن لم يحدث شيء من هذه الأمور لن تعلن عظمة قوة الله. يعني لازم الواحد فينا يعدي بأمور صعبة عشان يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح. ما هو الحقيقة لو في أمور في حياتي ما عدتش صعبة مش هلجأ لربنا، فبالتالي هنسى ربنا. فطبيعتنا البشرية بننسى ربنا. ساعات كتيرة قوي بنشكر ربنا لكن بعد كده بننساه، فلازم تحصل الضيقة، تحصل حالة الاكتئاب، لكن بنرجع سريعا لربنا ونتكلم مع ربنا. حابب بس أتكلم في الآية الأول وبعد كده نرجع نتكلم عن موضوع الاكتئاب. في الحقيقة مكتئبين في كل شيء، بولس الرسول اتعرض لحاجات كتيرة قوي كانت صعبة. يعني كتر القبض اللي اتقبض عليه ويتحط في السجن ويتحول من مكان لمكان ويتعرض لمحاكمات والحاجات دي كلها، هو كان بيحس ان دي حاجة توصله للاكتئاب. ليه؟ لانه مش فاضي، هو عايز يتكلم مع ربنا، عايز يبشر عن ربنا. لكن يقول لك الكلام ده كله بيحصل والضيقات ده كلها بتحصل علشان يتمجد اسم ربنا. يقول لك كده: فرصة لاكتشاف إمكانيات الله إله المستحيلات. يعني في ضيقة بتحصل وفي معاناة بتحصل، طبعا في كل الأوقات وحتى يومنا هذا. آخر معاناة بنعانيها مثلا النتيجة بتاعة ثانوية عامة ولا رابعة ابتدائي ولا أي حاجة في الدراسة نلاقي فيها مشكلة، فنبقى متأزمين قوي ومتضايقين جدا جدا جدا، ممكن نوصل لمراحل اكتئاب لغاية ما السنة تعدي. فلازم تبقى في ضيقه وفي الم وفي معاناه علشان اله المستحيلات يشتغل لما احنا نلجا له، فنحس بايد ربنا وبوعد ربنا لينا. عشان كده ربنا قادر انه يسند ويعين وبيحول المراره الى ايه؟ الى عزوبه تبقى حاجه حلوه. واحد من الاباء بيقول يعني ان ربنا بيعمل كل الحاجات الحلوه دي كلها، فممكن نقول مكتئبين في كل شيء ولكن غير محطمين. لأن الحقيقة الاكتئاب زي ما قريت عنه بيوصل لمراحل صعبة جدا 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 جدا، في منها أنواع كتيرة جدا جدا. في الاكتئاب العادي كلنا ساعات بيحصل لنا اكتئاب، ده عادي ده طبيعي. ولكن في اكتئاب واحد بيخش في مراحل اكتئاب لغاية ما يخش الاكتئاب مزمن يبقى مرضي فمحتاج للعلاج. طب ليه أنا أوصل نفسي لكل الكلام ده؟ علشان كده
عايزين نحط قدام عينينا حاجة مهمة قوي، إن الكتاب المقدس يحكي لنا عن قديسين أكيد جالهم اكتئاب. واحد زي يونان ما جاتلوش الاكتئاب، جاله زعل، طلع بره المدينة وقال له يا رب أنا عارف، ما أنا عارف أنت هتعمل إيه، أنت طيب وحنين وأنا اللي ضعت في النص. إيه ده؟ ده في اكتئاب. بس سببه إيه؟ الذات. أنا كل مشاكلنا في حياتنا بسبب الذات والأنا، كل مشاكلنا اللي بتحصل وتوصلنا لمراحل كتيرة من الاكتئاب. في واحد ممكن يكتشف الأنا بتاعته يقول لا أنا اللي غلطان، لا خلاص خلصت، فبالتالي الاكتئاب اللي معاه ما يقعدش كتير، ما يستمرش معاه كتير. تعالوا نبص لكل الرسل في وقت ما كان بيحصل الاضطهاد، ما كانش بيبقى فيه اكتئاب، كان بيبقى فيه اكتئاب، مكتئبين مكتئبين، ولكن الاكتئاب ما بيقعدش معاهم ويطور كتير. يهوذا كان عنده اكتئاب ويأس لانه ما عرفش يعمل حاجه، فراح عمل ايه؟ شنق نفسه. بطرس زعل وندم لكن رجع واستخبى في حضن مين؟ في حضن ربنا. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ونقسم الاكتئاب. احنا عندنا في تجارب وفي ضيقات ربنا بيسمح بيها لينا عشان نتزكى قدامه، دي بسماح من ربنا، دي بسماح من ربنا، ودي اللي بتعدي بسرعه قوي. يعني انا قعدت اتخيل كده القديسين وهم بيتعذبوا، فاول العذاب ما جاتش عليهم ساعه ضيقه، ساعه اكتئاب، اكيد في اكتئاب، اكيد زعل، بس رفع عينه لمين؟ للسماء، خلصت الدنيا. اترمى في السجن وهو متالم وبيتالم وبيتوجع، بس في الحقيقه رفع ايده لربنا وابتدى يصلي، ربنا ظهر وعمل المعجزة الحلوة ورجع لطبيعته فيديله قوة مرة تانية. يبقى ما خافش منه لكن ما خلهوش يطول معايا. الشاطر اللي يعرف يخف بسرعة ويعرف مشكلته ويواجهها ويعالجها صح، دي أهم حاجة في مراحل الاكتئاب اللي احنا هنتكلم عليها، إن أنا أعرف مشكلتي أحلها وعالجها وواجهها صح. يبقى أول حاجة قلنا إن غالباً إن ربنا ممكن ساعات كتيرة بيسمح لي بتجربة، والتجربة دي عشان تزكيني زي ما حصل مع أبونا إبراهيم. الحاجة التانية لإصلاحي، بتبقى فيه تجارب وضيقات تبقى لإصلاحي، فلازم أبقى عارف إن ربنا بيعمل الخير ليا، ممكن يكون عن طريق غير مباشر بس أنا بعرف إن أبويا مش سيب. تالت واحدة ودي اللي اتكلمنا فيها كتير، إن ساعات أنا أكون سبب لضيقة وتجارب نفسي بسبب الخطية وبسبب بعدي عن ربنا. طب تعالوا نشوف إيه هو الاكتئاب. إيه هو الاكتئاب؟ هو تعبير لواحد بس، اضطراب نفسي. الاضطراب النفسي ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لقلة النوم والخوف والاضطراب الزيادة من الأخبار اللي حوالينا. تخيلوا كده حضراتكم، إحنا بنصحى كل يوم الصبح بدل ما أقول له يا رب صباح الخير أبتدي أفتح الفيس وأتفرج بقى على الأخبار اللي على الفيس، هلاقي فيها إيه؟ أخبار مزعجة مقلقة تخليني أضطرب. طب أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ أنا اللي بسبب الاضطراب لنفسي. ساعات كتيرة أولادنا نلاقيهم بيعملوا إيه؟ يسهروا بالليل ويصحوا ايه ويناموا الصبح. طب ده يعمل لهم اضطراب؟ طبعا يعمل لهم اضطراب، لان المنبه بتاع جسمهم بيتهز بيعمل له خلل، فالخلل ده يسبب ايه؟ يسبب اضطراب. تخيلوا كده لو واحد نام الصبح وقام بالليل والدنيا مظلمه هيحصل له ايه؟ هيجي له حاله اكتئاب لان الدنيا مظلمه، شيء طبيعي. عشان كده ربنا عمل لنا الصبح عشان نتحرك فيه، بالليل عشان ننام. يبقى الاكتئاب هو اضطراب نفسي بسبب قلة النوم والخوف والاضطرابات الزائدة. وإيه اللي بيحصل؟ إيه الأعراض بتاعته أو إيه الأسباب اللي بتخليه يحصل معايا؟ أول حاجة شعور متواصل بالحزن، واحد حزين طول الوقت
وده الإنسان اللي بيجلد نفسه بزيادة قوي، إنسان يقعد يأنب في نفسه قوي قوي قوي، يا ريتني ما كنت عملت اللي عملته. طب خلاص ربنا يسامحك، خلاص بقى نصلح. لا، كل شوية يقعد يعمل إيه؟ يأنب في نفسه كتير جدا جدا جدا، شعور بالحزن طول الوقت. طب ده مش هيخف، لأنه عمال بيدخل نفسه من مرحلة لإيه؟ لمرحلة لغاية ما هيوصل للمزمن الحاد، يبقى حاجة حادة، يبقى محتاج أعرض نفسي على دكتور نفساني. طب وليه أوصل للمرحلة دي؟ ليه؟ إيه اللي يخليني أوصل للمرحلة دي؟ فقدان المتعة والاهتمام بالأمور المعتادة ونقص التركيز، دي من الحاجات المهمة اللي بتوصل للاكتئاب، من أسباب الاكتئاب. يكون مصاحباً بشعور بالذنب، إن الواحد يشعر بذنبه مثلاً لو حصل أي حاجة أو حد حصل له حاجة، ما هو بسببي أنا، يا ريتني ما كنت عملت، يا ريتني ما كنت اتدخلت، يا ريتني ما كنت اتكلمت، وكل ما يشوفه قدامه يقعد يأنب في نفسه كتير قوي. عدم الأهمية ونقص تقدير الذات، طبعاً ما عندوش ذات، الذات زيرو، الذات زيرو، ما عندوش إحساس إنه يحاول إنه هو يقوم نفسه تاني ويرجع. ودي ساعات إحنا بنستخدمها مع أولادنا غصب عننا، ما بنعرفش نشجع، فطول الوقت لوم 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 لوم، فاللوم ده يخلي الإنسان اللي قدامي تعبان مش فرحان، فمكتئب، هيخش في مراحل اكتئاب. طبعا ده بيأثر على المشاعر والتفكير والتصرفات والاضطرابات العاطفية والجسدية، وطبعا بيؤثر على النشاط اليومي. فتلاقي كده أولادنا يقول لك إيه، أنا كسلان، أنا مش عايز أعمل حاجة. لا، كسلان ومش عايز يعمل حاجة، يبقى دخل في مرحلة من مراحل الاكتئاب. تعالوا نعرف أنواع الاكتئاب. أنا بس بحكي كل ده ليه؟ عشان وإحنا بنواجه نبقى عارفين بنواجه إزاي، ونواجه في أي مرحلة من المراحل. طبعا في مراحل صعبة جدا زي الاكتئاب الحاد واكتئاب مزمن، الاكتئاب المصاحب للأمراض، الاكتئاب الموسمي، الاكتئاب المبتسم، والاكتئاب الذهاني. الاكتئاب الذهاني ده الصعب، اللي هو ساعات كتيرة بعد الشر على أولادنا، يعني في أولاد بيوصلوا لها اللي هو بيبقى عايز الانتحار، أو بيجرح نفسه، أو بيأذي نفسه، أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، نتيجة للي أنا بعمله، نتيجة للمشاكل اللي موجودة في بيوتنا، نتيجة إن إحنا مش بنعرف نواجه صح، فبالتالي بنعرض أولادنا لحاجات مش حلوة كتيرة جدا. الاكتئاب الحاد والاكتئاب المزمن ده كان اكتئاب صغير، وأنا صاحبه سبته فبعد إيه؟ فبقى كبير. ده الاكتئاب المزمن والاكتئاب الحاد، أنا وصلت لمرحلة صعبة جدا 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 من هذه الاكتئاب. اكتئاب مصاحب للأمراض ده حاجة طبيعية جدا، زي مثلا هقول لكم حاجة بسيطة، المرأة وهي تلد بتحس إن ساعتها إيه؟ قد جاءت، زي ما الكتاب المقدس بيقول، صح؟ ولا أنتوا نسيتوا؟ نسيتوا؟ لا طبعا، ربنا يديكوا الصح. المرأة وهي تلد ساعتها بتحس إن ساعتها إيه؟ قد جاءت، فبتخش في دور إيه؟ اكتئاب، لكن لغاية ما إيه؟ تولد وتخرج وتفوق، ترجع للإيه؟ للحياة مرة تانية، وتبقى مبسوطة جدا جدا باللي هي عملته. أي إنسان عنده مرض، ولو مرض ضئيل، أو مرض مثلا عارف إن هو لسه هياخد فيه علاج وهيمشي معاه فترة، بيبقى عنده نسبة اكتئاب، ولكن طبعا بالتشجيع الاكتئاب ده بيروح لما الواحد بيحاول يشجع الايه؟ الناس اللي حواليه. اكتئاب موسمي، عارفين زي الواحد كده ايه؟ بيحب الشتاء، فيجي الصيف يجيله حالة ايه؟ اكتئاب. واحد بيحب الشتاء، واحد بيحب الصيف ويجي الشتاء، فيجي يعمل ايه؟ حالة اكتئاب. ده اكتئاب موسمي حسب الوقت اللي احنا بنبقى فيه. طبعا زي غير اكتئاب الامتحانات، الطلبة وهي داخل على الامتحانات، البيوت وهي بداخل على الامتحانات بيحصل توتر كتير جدا، بيحصل اضطراب، بيحصل قلق، فطبعا حاجات كتيرة بتوصلنا لهذا الاكتئاب. الاكتئاب المبتسم هو ده الاكتئاب اللي في بدايته، الاكتئاب الضعيف، يعني اللي هو لسه في مراحله الايه؟ في مراحله الاولى اللي انا اقدر ان انا اواجهه، وده اللي هنتكلم عليه النهارده، ازاي ان انا اواجه شبح الاكتئاب اللي بيواجهنا،
أو اللي موجود دلوقتي في وقتنا الحالي بكسر قوي. عشان أعالج نفسي لازم أشخص صح وأخد العلاج الصح. أشخص صح وأخد العلاج الصح، يعني أعرف أنا عندي إيه بالظبط علشان أقدر أبتدي أخد العلاج. عشان نواجه المشاكل، في واحد بيبقى عنده مفاتيح للمشاكل، لحل المشاكل، عنده مفاتيح. طول ما أنا معايا المفتاح أنا ببقى إيه؟ فرحان، مش قلقان. لو واحد معهوش مفتاح البيت يفضل هو ورايح في الطريق، يا ترى هلاقي حد؟ يا ترى في حد هيفتح لي؟ يا ترى يا ريتني كنت أخدت المفتاح، أنا برضو ما أخدتش المفتاح، ما لو كنت أخدت المفتاح. فيفضل طول الطريق عمال يعمل إيه؟ يأنب في نفسه ويشعر بالذنب، يوصل نفسه وهو ماشي في الطريق مروح للبيت بكل يعني الأسباب اللي هو عملها في نفسه إنه معهوش المفتاح، مع إنه ممكن بمنتهى البساطة يخش البيت يرن الجرس حد يفتح له الباب خلص، أو هيتكلم في التليفون هيقول لهم يا جماعة أنا وصلت معلش أنا نسيت المفتاح تعالوا لي. فساعات كتيرة بنبقى وإحنا معانا المفاتيح مبسوطين وفرحانين ومطمنين. أهو كذلك الاكتئاب كده، لو أنت معاك المفاتيح هتعرف تعالج نفسك، بس محتاج التشخيص الصح. أول حاجة هنتكلم عنها هما 5 مفاتيح وانهي الكلام بتاعي. أول مفتاح اسمه مفتاح السعادة، تاني مفتاح اسمه مفتاح الصبر والفرج، تالت مفتاح اسمه مفتاح الفرح، تالت مفتاح اسمه مفتاح الحب، رابع مفتاح وآخر مفتاح هو مفتاح السلام. أنا هاخدهم بالترتيب معاكم، أنا يمكن قلتهم بس بسرعة. مفتاح السعادة، مفتاح الصبر والفرج، مفتاح السلام، مفتاح الرجاء، مفتاح الحب. تعالوا نشوف المفاتيح دي وما يقابلها. أول حاجة عندنا مفتاح السعادة، ما يقابله هو الصلاة. دخلت في مرحلة وحسيت بالقلق وبالخوف، ارمي نفسك على مذبحك الداخلي في حجرتك في بيتك أو المذبح الكبير لو بتحضر القداس. تعالوا كده نشوف في آية جميلة قوي في الكتاب المقدس في متى 11:28، وريت نحفظ الآيات مع المفاتيح. مفتاح السعادة ربنا بيقول لي كده، تعالوا إلي ها يا جميع المتعبين وثاقلي الأحمال. وأنا مين بيعمل بالمفتاح ده؟ مين بيستخدم المفتاح ده؟ هو مفتاح الصلاة. مفتاح السعادة هو مفتاح الصلاة. عايز تكون سعيد خليك بتصلي كتير. الصلاة تعمل معجزات. الصلاة تحول حاجات كتيرة قوي من حاجات وحشة انت شايفها لحاجات حلوة. بس هو مفيش حاجة وحشة، انا اللي شايف بعناية ان حاجة وحشة، لكن ربنا ما بيعمليش ايه؟ حاجة وحشة. هقول لكم على قصة حصلت لواحد حكاها لي. كان خارج هو ومراته وولاده، راحوا مكان عشان يصيفوا فيه يعني. فالحقيقة هو راح وحصلت مشكلة هناك، فمراته يعني قالت له لا احنا مش هنخرج، ولو عايز ان احنا نخرج انا هخرج انا الاولاد افسحهم بس عشان اولاده صغيرين حوالين المكان ونرجع تاني، لكن انت مش هتنزل معانا. هو حصل مشكلة يعني، ف يعني خافت عليه، كتر خيرها يعني. طبعا الاولاد زعلانين، ليه؟ عشان بابا مش معانا واحنا رايحين نتفسح ومعانا بابا. بابا قاعد زعلان ليه؟ لانه كان نفسه هو يفسحهم بس حصلت المشكله فمعرفش ينزل يفسحهم. الحقيقه هي اخذت الاولاد ونزلت تفسحهم، وهو استغلها فرصه صلى التسبيحه، وبعد كده قال لك خلاص بقى يعني انا هقعد اكبر في دماغي، بلاش ادخل نفسي في هذه المرحله ان انا افضل طول الوقت قاعد شاعر بالذنب ان انا ما عملتش وعملت. ما فيش، خلص الصلاه بتاعته وقعد شويه مع نفسه كده قرا الكتاب المقدس، لقى مراته بتكلمه بتقول له انزل لقيت حد ممكن يكون معانا يفسحنا. فاول ما نزل بيسأل الأولاد بيقول لهم هو مين صلى؟ فكلهم قالوا له احنا صلينا وطلبنا العذراء انها توافق انك انت تنزل
عشان تكون موجود معي. طفل إيمان، إيمان طفل، صلاة طفل، تغير الكون. هو برضو صلى، هم كلهم صلوا. الصلاة بتعمل معجزات كتيرة قوي. إحنا كلنا ممكن نحكي قصص كتيرة قوي عن مفتاح الصلاة اللي هو مفتاح السعادة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثاقلي الأحمال وأنا أريحكم. مفتاح الصبر والفرج، مفتاح الثقة بمواعيد ربنا وبالكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس ربنا فيه ما بيضحكش علينا في حاجة. الحقيقة بيقول الحلو وبيقول الوحش، ما بيجيش على إنسان يطبطب إن الإنسان ده حلو، لكن بيظهر ضعفات الإنسان وقد إيه لما الإنسان ده قرب من ربنا اتغير بقى إنسان قوي. فالكتاب المقدس مواعيده وكلامه صادقة، بس أنا مصدقها ولا لأ؟ أنا عندي ثقة في مواعيد ربنا ولا لأ؟ هو ده مفتاح الصبر معايا، هو ده مفتاح الفرج بتاعي. أنا لما بفتحه بتعزى ولا لأ؟ لو أنا مش بتعزى بكلام ربنا دي مشكلة عندي. أما أنا بقرأ ليه؟ أما أنا بقرأ الكتاب المقدس ليه؟ ليه بقعد مع ربنا أقول له يا رب أنا عايز أتعزى واتغزى منك، أشبع منك؟ ده مفتاح الصبر والفرج. بس ساعات ممكن أكون أنا بعملها وأنا مثقل، فبالتالي مش قادر أحس بأي حاجة. في آية حلوة قوي، بس الآية دي متكررة، بس أنا هديكم يعني هي متكررة في إنجيلين متى ومتى ومرقس. هديكم مرقس لأن مرقس سهلة قوي إن إحنا نحفظها. مرقس 13:13 بيقول إيه؟ ولكن الذي يصبر للمنتهى، بس كده، الذي يصبر للمنتهى فهذا ايه؟ ايوب الصديق يقول لربنا كده حاجه حلوه قوي بعد الكلام اللي قعده هو واصحابه يقولوه في الاخر. جه قال كده: علمت انك تستطيع كل شيء. خلوا بالكم من كلمه ايه؟ كل شيء، ولا يعصر عليك امر. طبعا الكتاب المقدس مليان بالقصص، اكتر قصه من القصص قصه يوسف الصديق دي، انا بحبها جدا جدا لاني بحط نفسي مكان يوسف للي تعرض له من اخواته ويرموه في البير، يبيعوه عبد ويوصل لارض مصر، وبعدين ياخدوا فوتيفار ويبقى عنده في البيت ويتظلم ويترمي في السجن. ما جالوش حاله اكتئاب؟ ما راحش سأل ربنا انت بتعمل معايا كل ده ليه؟ اكيد جاله، اكيد جاله، بس عنده ثقة في مواعيد مين؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يا بابا أنت هتترمي في السجن، وماله هترمي في السجن؟ معلش أكيد ربنا مش هيسيبني. من يصبر للمنتهى بقى مين؟ بقى يوسف الصديق رقم 2 في مصر. وكتير زي الفتية الثلاثة، ساعات ببص للقصة دول هيترموا في اتون النار، دول اترموا في اتون النار، يبقى ربنا هينزل مطر من السماء ويطفي النار. لا 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 لا، انا هعمل عمل اكبر. ايه هو؟ هخلي النار تصير كالندى محوط بيهم وانا هكون معاهم. ما انا اله المستحيلات، بس اللي بيلجا لي واللي واثق في مواعيدي وواثق في كلامي. خلوا بالكم من الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم، ان ساعات التجربه بتبقى تزكيه من ربنا، ساعات بتبقى لاصلاحي، ساعات بتبقى بسبب خطيتي وبسبب ضعفاتي اللي انا اخترتها او اللي انا عملتها. لان الاكتئاب لما بيجي بيجي نتيجه لتصرف انا تصرفته غلط، تحميل انا اتحملته غلط، ولكن ما بيسيبنيش ربنا. يبقى قلنا مفتاح السعاده هو مفتاح الايه؟ الصلاه. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثاقلي الاحمال وانا اريحكم. مفتاح الصبر والفرج، مفتاح الثقه في كلام ربنا، ولكن الذي يصبر للمنتهى فهذا يخلص. علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. عندنا مفتاح السلام والايمان،
مفتاح السلام والإيمان. ما هو مفتاح السعادة يجيب مفتاح الصبر، لأن الإنسان اللي عنده سعادة هو إنسان صبور، لأنه بيتعذب الصلاة وواثق في كلام ربنا، يتنقل للمرحلة الثالثة اللي هي تبقى السلام. مفتاح الإيمان، عندي إيمان، عندي ثقة في مواعيد ربنا. كل آباء العهد القديم كلهم كان عندهم إيه؟ سلام. إيه السلام اللي عندهم؟ إنهم كانوا عندهم إيمان وثقة في مواعيد ربنا. هم كانوا شايفين اللي هيحصل على مر القرون اللي جاية، كانوا شايفين وعد ربنا إن نسل المرأة هيعمل إيه؟ يسحق رأس الحي. كلهم لما ماتوا، ماتوا على رجاء، وده المفتاح الرابع، مفتاح الرجاء. يبقى مفتاح السلام يوصلني لمفتاح الرجاء، مفتاح اللي هو مفتاح الفرح، مفتاح الإيمان يوصلني لمفتاح الرجاء، عندي رجاء. عشان كده في رؤيا يوحنا ربنا يقول آية حلوة قوي: هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. عارفين إحنا بنعمل إيه بقى؟ إحنا واقفين قدام الباب المغلق لازم تتفتح. طب ما هو ربنا فتح لك باب تاني. لا، أنا عايز الباب المغلق ده يتفتح. يا حبيبي، ما هو ربنا فتح لك باب تاني، خش منه. لا 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 لا، أنا واقف قدام الباب ده لغاية ما يفتح. ما هو مش هيفتح، ما هو مش هيفتح. لازم يكون عندك إيمان ولازم يكون عندك رجاء. ما تنظرش للأبواب المغلقة، صلي عشان تشوف الباب المفتوح عشان تقدر أنك أنت تمشي فيه. آخر مفتاح، مفتاح الحب، وده مفتاح الأبدية. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. هو احنا لينا في الأرض يا رب ان احنا نرثها؟ لما احب كل الناس وما فيش عداوة بيني وبين حد، الناس هتحبني، فبالتالي انا ورثت الأرض، فحارس الايه؟ حارس السماء. مفتاح الحب ده هو مفتاح واحد بس، هي الذات والأنا اللي احنا اتكلمنا عليها في الأول، نحنا نحب كلنا بعض. سامحوني يعني في اللي قاله أبونا بولس، ما هو ليه حق. لما بقى ناس كتيرة بتشتكي إنها عايزة تقعد واحد يقول له أنا حاجز، ليه؟ مش مستاهلة. لو قعدت هنا زي اللي قعدت برا، زي اللي قعدت فوق، ما هو ربنا موجود في كل المكان. إيه المشكلة فيها يعني؟ اشمعنى عايز ابقى اكون جوه الكنيسه وفي الصفوف الاولانيه؟ ده حتى الكتاب المقدس يقول الاخرون ايه والاولون ايه. طب ما انا خلي بالي. يبقى الحب ان انا احب الكل عشان ارث السلام على الارض، فبالتالي حارسه فين؟ في السماء. مفتاح الحب دايما يخلي عيني موجوده على السماء، مفتوحه على السماء، فبالتالي انا فرحان. ليه؟ مش بعادي حد ومش بكره حد، بحب الكل، بخاف على الكل. عشان كده اللي حب الكل عينه دايما على السماء، فمش بيحب يزعل الناس. ليه؟ لانه دايما حاسب ان الابديه مفتاحها في الحب. عشان اوصل السماء لازم يكون عندي ايه؟ عندي هذا الحب. يبقى عشان نواجه الاكتئاب عندنا خمس مفاتيح. اول مفتاح السعادة اللي هو إيه؟ الصلاة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثاقلي الأحمال وأنا إيه؟ أريحكم. مفتاح الصبر والفرج، إيه هو المفتاح ده؟ الثقة في مواعيد ربنا وفي كلام ربنا. ولكن الذي يصبر للمنتهى فهذا يخلص. مفتاح السلام، مفتاح الإيمان، زي ما أيوب قال: عندما علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. مفتاح الفرج، مفتاح الفرح اللي هو مفتاح الرجاء. لا تنظر للأبواب المغلقة، في رؤيا يقول آية حلوة قوي: هانذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. آخر مفتاح، مفتاح الحب اللي هو مفتاح الأبدية. تطلع للأبدية، ارفع عينك للسماء،
حب الكل، طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.